من الرياض سافر دول، راح اذربيجان مع بايتها، راح جورجيا مع بايتها، وبنقابها راح مصر والقاهره بنقابها على بايتها. هو من الله موجود في كل مكان يا سعيد. هي طيب، هي انت عقلك انك كنت تصير هناك تصفين. لا انا بالنسبه هذا ما عندك مبادئ. لا ما عندك هاي كاش. هذا خلاص، انا في السعوديه شخص مسلم ويعني عندك حياتي، بس في البحرين اخذ دعم منك. فكرك يا اخي اتجاه، انا ما قاعد اتكلم في اللي قاعد اتكلم فيه. احنا انا عندي مبدا عندي، انا ما اؤمن. ما عندك مبدا في حياتك؟ انا بالنسبه لي المبدا مو نقد، انا لا والله ما لا مو ما لا هذا مش عادي، ناخذ خطوه عادي، رد خطوه عادي. انا ما دخلوا في مواضيع، انا ما اتكلم عن هذه الاشياء، دخلوا في مواضيع. أنا جاي أقول لك المرة لابسة عباية وشيلة. تكشف وجهها يا أخي، أنا ما قلت مشكلة. يعني لبس ساتر عادي. على حسب المنطقة. ليش لعبتها ليش بالنقاب وسويت؟ احنا شلنا بس النقاب، خلونا من أول ما عاشت، من أول ما عمرها 15 سنة لين الحين عمرها 50 سنة تلبس النقاب. ليش الحين صعبتها؟ صح، تلبس النقاب السعودية. برا السعودية. ليش برا السعودية خلاص صبحت؟ سمحت انك ما تلبس؟ لا سمحت في التطور في الكلام هذا كله. طيب انا بعض الاحيان لما قلت اشيل عشان واحد كذا جاء جديد قال تطور يا اخي. طيب ايه هذا عندك مو بعد يعني اذا جاء انا بنتي بتطور في مطبخ والله موجود في مطبخ. هذه انا مشكلتي. شو رجعت؟ لان بيجي بنتك. بنتك شو اسمها؟ بنت مين؟ بنتك بكره ما تدري. ها؟ بنتك بكره بيرفكت. حتى لو ما تغطت بنتك، بنتك وقفت. طيب شو اسوي؟ انا اذا جت بنتي انا ميت. بس بنتي انا ميت، يعني مبادئ والدي غير مبادئ، اما انا مبادئ اللي تربيت عليها في البيت غير اللي صار عندي. كنت عايش في انا مو معترف على الكلام هذا، انا ربك على ليه اكشن. لا انا ما في كلام، انا ربك على عباده بس انا اللي جابي خدمه مواشيله قليله وما عادي. هذا ما ادري، انا اتكلم عن مبادئ. كل واحد عنده مبدا وقاعد يمشي عليه غصبا عنه. ممكن اسال سؤال؟ كلامك صح 100%. في خطا في الجواب. ليش احنا ليش انا ادميه وانا اللي حد عزي لك من يتحكم؟ ليش تقول اتغطي؟ ليش تبغى الله تغطي؟ مثلا طيب ليش امي اللي بتغلى بساتين الحياه تقول لا؟ خايفة علي. ليش خايفة علي من ايش؟ ليش يا اخي ما فهمتش انا صرت كبير. اذا انا اقول لامي اطلع البحرين بس الحالي اقول لا والله ما اقول لك لا جزمي. طبعا انا اقدر اكسب سيارتي وامشي وادري الا لمبك واخليك راسي. انا قاعد اقول خوفا عليك من ان تراك في اشياء ثانيه. ايوه فقط خوفا علي من اللي يسمي هناك او اللي بيسبني اتراك اللي يسمي كذا دمي حرمتي حرمتي. هذا قلت عليه طافت عليه عادي. احنا ما قلنا ما قلت له. اما انا والله ما عملت كل شيء لوحدي. الدخله لا هذه قديمه والله مناقشات حلوه. خلوها لا سيدي قديمه. طيب والله عادي بس انا كيف عقلي بس انا قلت عقلي. لا مساله انه انضح. لا لا انا قلت لك كيف لا بس لا هو قاعد يوصل من هذا الشيء عمره كان شيء. ما في مشكله بغيرها بس بالشيء اللي
ايوه انا معك حد انا معك ما في مشكله انا بتطور مع التطور انا ما في مشكله انا كنت امنع اسير في اشياء سيارة الحين ما امنع فجر اصلا